ولازم نعمل مقارنة دائما باش نعرف الحقيقة. هذه 3 سنوات مع التزامات رئيس الجمهورية اللي كان العدد نتاعها 54 التزام، حتى هذا الرقم هذا نتاع 54 مرتبط ب 1954 لاندلاع الثورة، هذه أيضا عندها معنى كبيرة. هذا في البداية، لأن رجوعنا لهذه المبادئ نتاع أول نوفمبر لما نتكلم على قانون المالية اللي صدقنا عليه والطابع الاجتماعي، لأن من وراء هذا هو تطبيق توجيهات أول نوفمبر، جزائر ديمقراطية واجتماعية. هذا الشيء اللي قروه المجاهدين والشهداء والعظماء اللي قادوا هذه الثورة، لأن كل الخطوات نتاعنا في هذه 3 سنوات كلها عندها مرجعية مرتبطة بتاريخنا. لما نربط تاريخنا بالوضع اللي رانا فيه حاليا ونذكر نوفمبر 54 لتحرير الجزائر، لاسترجاع السيادة الجزائرية، نوفمبر الحالي هو الحفاظ على هذا الاستقلال، حفاظ على الكلمة تاع الجزائر. لما نحافظ على الكلمة تاع الجزائر ونحافظ على استقلالنا، لازم له عمل، لازم له شروط، لازم له التزام، موش أقوال، باش نعطي المفهوم الحقيقي نتاع نوفمبر اللي رانا عايشينه.